اليوم العالمي للسمنة مناسبة يدق فيها المختصون كل سنة نقوص الخطر من ارتفاع عدد الإصابات بها، فهي خامس مسبب للوفيات في العالم بحصيلة تفوق 2.8 مليون وفاة سنوياً. في الجزائر ترتفع نسب الإصابة بزيادة الوزن والسمنة إلى 55.6% وسط البالغين، في حين تصيب 14% من الأطفال. أسباب الإصابة بالسمنة لأن العوامل الوراثية، كاين ناس اللي يكونوا مدخنين ويحاولوا الإقلاع عن التدخين، هذه تقدر تسبب لهم زيادة في الوزن. عندك كذلك التوتر، قلة النوم، عندنا كذلك الخمول وعدم ممارسة النشاط البدني، الأكل الغير صحي، لي فاست فود، الأغذية المصنعة، السكريات، المشروبات الغازية. الخمول البدني، التغذية غير السليمة وغيرها كلها عوامل قد تساهم في الإصابة بالسمنة، لا سيما وسط الأطفال والمراهقين والنساء الحوامل. أول حاجة تجنب السكريات، تجنب المشروبات الغازية، تجنب الخبز الأبيض واستبداله بخبز الشعير ولا الخبز تاع القمح ولا النخالة، ممارسة الرياضة أو ممارسة النشاط البدني على الأقل المشي من 30 حتى 45 دقيقة يوميا، شرب الماء بكميات كافية من لتر ونص حتى 2 لترات ونص يوميا. لاحظنا في الفترة الأخيرة ولو يجونا بزاف دراري صغار ولا المراهقين ولا للمعالجة بسبب الوزن الزايد، وهذا راجع واش رانا نشوفو دوكا، راجع الى النمط الغذائي الغير صحي، عدم التوعيه تاع الاباء ديالهم، ولفوا لهم يشريو الماكله من برا اوليو دو بروندغ لا كولاسيون ديالهم من الدار توجدها له لا مامون تلقايه يشري دي برودوي دو ليكستيريور بلان دو سوكر معمرين بالسكريات. السكري، ارتفاع ضغط الدم وامراض القلب، امراض مزمنه ناتجه عن السمنه. ليبقى اتباع نظام غذائي صحي والحركه الحل الفعال لتفادي زيادة الوزن.